والتمايم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الجسم اتقاء العين، يعلق رقعة، يعلق خرز، يعلق خيط، يعلق آية من القرآن أو دعاء يعلقه، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. هذه التمايم ما يعلق، تعلق تميمة، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له أمره. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خيط، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني من الحمى، تقي به الحمى. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً.